في جائزة من واحد الدوله على خيل وجهام وارساق وعدها على عدل وعلى تقوى ودين. أعزائي المشاهدين صباحكم الله بالخير، حياكم الله معنا في تغطية الخيمة الملاك في مهرجان جائزة الملك عبد العزيز للابل لنسخته الرابعة. اليوم دخول الفردي الوضح دق وجل، ونتمنى التوفيق لجميع المشاركين في هذا اليوم، وكذلك لنرى وإياكم انطباع الملاك المشاركين اليوم وكذلك روح التنافس بينهم في هذه الفئة، فئة الفردي دق وجل، فابقوا معنا. في جائزة من واحد الدوله على خيل وجهام وارساق وعدها على عدل وعلى تقوى ودين. المشاهدين معنا احد المشاركين في الفرديه اليوم في دق، الاستاذ سالم السمي، صباحك الله بالخير. الله هلا، صباح النور، اهلا وسهلا بالساحه هذه القناه المميزه. الله يسلمك. نبيك اليوم تحدثنا عن مشاركه الله. والله احنا مشاركين اليوم في الدق بالبكره حشاره، والله يوفق الجميع. توقعاتك المراكز؟ والله اللي دخلوا اليوم كلهم قويين، المراكز عند اللجنة. كلمتك لجمهورك الله يحييك. كلمتي لجمهوري أبشروا بالخير إن شاء الله، حشارة قوية وبتنافس. بارك الناموس الله يحييك. الله يوفق هالوجه، الله يوفق هالوجه، مشكورين. أعزائي المشاهدين ما زلنا مستمرين معكم في تغطية الملاك، ومعنا الآن صاحب الفردية هزامة المالكة سحمي بن وقيان الهواملة، صباحك الله بالخير الله يحييك. يا مرحبا، صبحك بالنور، الله يطول عمرك. كم مشاركتك اليوم؟ والله المشاركة طيبة طال عمرك، احنا مشاركين في الفردية هزامة، وعسى الله يوفق، عسى الله يوفقنا ويوفق الجميع ان شاء الله. بالنسبة للفردية هزامة هي مشترى ولا ثلاث؟ لا مشترى طال عمرك، من ابن عويفي، وهي على بعير حمد الحيسوني باتلي. نعم طال عمرك. اليوم نشوف الجمهور ما شاء الله متحمسين في مسيرة الدخول، وش تقول جمهورك الله يحييك؟ نقول بيض الله وجيههم وما قصروا وجعل عمرهم طويلة، وهي بكرة الجميع. أنا قبل شوي أقول الربع لو أنها جاتني قبل المشاركة 100 مليون ما بعتها، لكن أقول مشاركة ما عاد تستوي عندي، لكن قبل المشاركة لو جابت 100 مليون هو 50 مليون ما بعتها. لكن موسى التوفيق الله عمرك، الله يحييك، عسى ما نخلى منكم. بجائزة من واحد الدولة على خيل وجهام وارساق وعدها على
على الوفات في شرقين وشام غرب وجنوب موحدين 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 عدى الحدود المملكة والعدل في الدار استقام صرنا خوان أعوان للدولة كما الحصن الحصين لما الشتاء بعزمة وصرار وتكاتب واحترام حرب رموز الجهل وأهل الشرك أعزائي المشاهدين ما زلنا مستمرين معكم في تغطية الملاك وكذلك معنا أحد المشاركين اليوم المالك عبد الله بن محمد الودعاني. صباحك الله بالخير. الله يحييك. مرحبا بك. الله يحييك. المالك محمد بن عبد الله الودعاني آل الشيخ وأنا وكيل البلد ونقول مرحبا بكم. الله يحييك ومشاركين اليوم ونسأل الله التوفيق لنا وللجميع. حدثنا عن مشاركتك اليوم. مشاركتنا اليوم إن شاء الله مشاركة طيبة ومؤنسة ومن أمسة بحد ذاتها اجتماع جمهورنا اليوم عندنا وناسته نعتبرها فوز والحلال كله طيب المشاركين وعموما حلالهم طيب. والله يكتب التوفيق للجميع. لكم التوفيق أخوك. بالنسبة للشوط حامي اليوم توقعاتك والمراكز اللي ممكن تحققها الفرديات اليوم. الشوط اليوم قوي ونتمنى التوفيق للجميع ونص الحلال ما شفنا لكن فيه لجنة عادلة و رئيس اللجنة سمو الأمير الله يحفظه كلنا ثقة فيه وفي لجنته والله يكتب التوفيق للجميع لكن لنا طلب لو يتحقق وهو مهو بصعب عليهم عندنا طال عمرك الفرديات والفحل وانتاجه. الفحل وانتاجه 5 مراكز والفرديات 5 مراكز اليوم يمكن 200 بكرة اللي دخلت ولا 150 بكرة بيفرز منها 5 بكار البكار اللي بتطلع ما هم من رداها لكن الحلال بعضه يسمى البعض ونتمنى التوفيق للجميع ونبغى من حكومتنا ومن رئيس النادي والقائمين على النادي انهم يزودون مراكز الفرديات والفحل وانتاج تشجيع لأهل الحلال ويستاهلون التشجيع اللي يتعبون على الحلال وينتجون واللي يشترون ونتمنى التوفيق للجميع. والله يعطيكم العافيه اهل الساحه وانتم دائم حريصين على متابعه اهل الحلال الله يبيض وجهكم. فالكم الناموس وفالكم التوفيق باذن الله. فالنا وفالك الله يحييك ويسلمك. أعزائي المشاهدين ما زلنا مستمرين معكم معنا أحد المشاركين لهذا اليوم عبد الرحمن بن عايش الشمري. صباحك الله بالخير. الله يحفظك. صباح النور يا مرحبا. كيف مشاركتك اليوم؟ والله أبشرك طيبة الحمد لله. بشرة طيبة والحلال قوي والتوفيق على الله. الله يبارك. اليوم الشوط حامي. توقعاتك في المراكز اللي بتاخذها الفرديات. والله ما عندي توقعات لكن أقول إن شاء الله نخشر مع الرجاجيل والحلال قوي. والله يدل اللجنة بس على المجهود الطيب بس. كلمتك لجمهورك الله يحييك. أقول إن شاء الله متفائلين بخير إن شاء الله. فالك النموس الله يحييك. فالك طيب. عبمني ويمان وسلام في حكم سلمان الزعيم اللي يدود المسلمين أخو فهد وأبو محمد خادم البيت الحرم على الجارة فزعة المبهود الأبار العويل اللي رفع شان البل وشان مشاهدي ما زلنا متواصلين معكم الآن معنا أحد المشاركين في اليوم الفردي معنا علي بن زيد الشراب المري. صباحك الله بالخير. مرحبا. صباحك الله العافية. الله يطول عمرك ويسلمك ويتبعي عمك. علمنا مشاركتك اليوم. والله احنا مشاركين اليوم بالفردية خزامة الإعصار الغربي محمد منصوري ونسأل الله التوفيق لنا ولكل جميع المسلمين يا رب العالمين إن شاء الله.
اليوم الشوط حامي، توقعاتك بالفوز من اي فرديه؟ الشوط مو بحامي، الشوط ناري، مش حامي، ناري، شوط على مستوى يعني تب التب، ونسال الله توفيق ان شاء الله. ان الله وفقنا، اعطانا توفيق، خذنا المركز الاول من الله، اعطانا توفيق، هذا كلها بدت عزيز الحكيم. كلمتك الجمهور اليوم، الجمهور ما شاء الله عليهم في المسيره، لان بوابه الدخول، وش تقول للجمهور اليوم؟ اقول ان شاء الله ابشر بسعادهم ان شاء الله من الواحد لحد، وان فازت خزامه فهذا امننا في الله سبحانه وتعالى. وخزامه لو ان عشان الجمهور اليوم اعطينا فيها 15 مليون عند البوابه ورفضنا البيع، كله عشان الجمهور، اعطينا 15 مليون من الامير محمد بن تركي ورفضنا البيع عشان جمهور خزامه. لكم انه موسى التوفيق الله ينفع لك ان شاء الله، ونوعد ان شاء الله بعد في شوط المجاهدين باذن الواحد لحد انه يكون حضور ان شاء الله باذن الواحد لحد ان شاء الله. نفعلك الله يطول عمرك ويسلمك. أعزائي المشاهدين، ما زلنا مستمرين معكم، معنا أحد المشاركين في الفردي اليوم، معنا المالك طاحوس بن عبانة المسار. صبحك الله بالخير أبو مطلق. مرحبا، صباح النور. حدثنا اليوم عن مشاركتك الله يعافيك. والله مشاركتي أبشر بالسعادة إن شاء الله. مشارك من ثنتين دق، والمشاركين كلهم مدلين دلوة، وجاء حلالا طيبا طيبا جدا، يا حلالا خب ما جت اليوم الردية ما دخلت، ما جل حلال نكوفهم كله، وكلنا الله يوفقه من عنده، كلنا طموحه وطمعه بالأول ومتواردينه، وهو من إحضابه ومن إحضابه حظه، ولا الحلال ما فيه قصور إلا في إلا في بس المراكز شوي، ولا الباقي الحلال يوهل، والحلال يستاهل، والله يا حلال شفت اليوم إنه يستاهل الترقيم كله، ما شاء الله تبارك الله. الفرديات اللي عندك هي انت تلاد ولا مشترى؟ لا تلاد، تلاد باتليات على شاخوف. الله، اليوم الشوط حامي، توقعات توقعاتك بالمراكز اليوم في الفرديات؟ توقعات ان شاء الله كلنا ان شاء الله طمع بها وحلاله يستاهل، والله كل منهم وارد من عنده انه يسوق الثاني بوزانه ولا يسوقه لي حد بالجليب. كلمتك لجمهورك الله يحييك. جمهوري يبشرهم بالسعادة ان شاء الله، بشرهم بالأوائل بإذن الله السميع العليم، مرة يرفعوا الإعلام ويحطون اقتارهم في عصيهم. الله يطول عمرك. قالك أنه مستوفيق الله. وياك الله يحفظك من كل شر. مرحبا، شكرا لك. مرحبا الله ليين. في جائزة من واحد الدوله على خيل وجهام، وارسق وعدها على عدل وعلى تقوام.